تيم حسن نجم. ايه قبرني ابن حارتي. كنت مغرومة فيه؟ لهلا مغرومة فيه. ايه. شو كنت تعملي فيه لك؟ انا سكنت الحق الصبيان اللي على البسكليت فتحشت وقلبتهم لتيم حسن. نسيت علي مستقبلي. تيم حسن نجم. ايه قبرني ابن حارتي. ابن حارتي. ايه. شو كنت تعملي فيه لتيم؟ أول شيء أنت كنت الحسن صبي بالحي. إيه 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 مين خبري؟ لا عجد مين خبري؟ يلا أنت كنت حسن صبي بالحي؟ أنا أبو علي بالحي، أنا الولد الشقي أيه. بالحي، يعني ما أتعارك إلا مع الأولاد الصغار، بحب هيك أتشقى عليهم. يعني تيم عملت معه موقف أنا ما بعرف، طبعاً هلا النجم الكبير تيم ومع حفظ الألقاب وجه له تحية، بس نحن من عمر بعض وكان ابن حارتي. فكنت شوف كل الصبيان عم يركبوا بسكليت وانا طالعه عيوني على ما بابا يشتري لي بسكليت. بالاخير بعد ما شارطني وبدي علامات وبدي تنجحي وبدي هي جاب لي البسكليت، فانا مو مصلي على النبي. أيه. جايب البسكليت على الحاره كاني جايب المرسيدس. ايه فيراري. ايه فيراري. ايه مين قدك؟ اوكي حفيمها بعد شوي. ايه فانا سكنت الحق الصبيان اللي على البسكليت حرام منهم بحالهم واطحش عليهم ليقلبوا يوقعوا. شو مسالمه. ايه كثير. شو جنتي. كثير. شو لطيفه. فمره بالغلط يمكن لهلا بيكرهني. بلا لهلا بيكرهني. فكان اكثر شب اكثر ولد بالحاره، كنا وقت اولاد عمرنا تقريبا 10 سنين. اوكي اكثر ولد حبوب وادمي وبحاله. ولهلا بتذكر استاذ تيم وين كاميرتي؟ ها اذا بتتذكر كان عندك رفيق عمره 10 سنين اشقر اسمه كريم، كنت دائما انت وياه هيك تمشوا، فكانوا كثير اوادم انه ليه هدول كثير مسالمين. فلقيتهم على البسكليت فتحشت وقلبتهم لتيم حسن. شو فيها فرح هالخبريه وعم تحكيها وانت مبسوطه؟ نسيت علي مستقبلي. والضحك وعم تضحك. وقصي كنا انا وياه بالمدرسه كمان شاغب عليه. وكنت مغرومه فيه؟ بمين؟ بقصي. لهلا مغرومه بقصي. مين منه مغروم فيه؟ حبيب القلب. حبيب القلب مفعول وجه له تحيه. يعني شهادتي مجروحه في اخ وصديق وغالي واكابر وفهمان واعي. صح. شو عملتي بالبنت اللي كان يحبها؟ ولي على قامتي ما تكوني جايبه كل السيار انتي. مصيبه مصيبه اذا بتعرف كل شيء. شو عملتي فيها؟ شويتيها بالفرن؟ لا لا طلعت عليها بالتراكتور؟ لا مو شوي قلي قلي كريسبي. شو عملتي؟